روبوت ذكي متعدد المهام موجه لأنشطة تركيب ومتابعة استغلال خطوط أنابيب الغاز وحتى إصلاح الأعطال فيها دون تدخل بشري في مناطق الخطر. الجهاز الجديد يمكنه تحويل المعلومات بشكل آني وفوري. احنا اليوم لما نتكلم على التحويل الرقمي نتكلم بطبيعة الحال على الرقمنة الصناعية وهي الاندستري 4.0. عندنا عدة مشاريع في الاندستري 4.0. مشروع الروبوت اللي نجم نعمل به عملية التنقيب في البايبلاين، يعمل لنا يعني يحدد لنا وين كاين المشاكل عبر السنسور ويطلع لك المعلومة بطريقة آنية. نجم نستعملوه في المناطق وين ما نجموش نبحثوا الإنسان، نبحثوا الروبوت في المناطق الخطر ويبعث لنا المعلومة بطريقة آنية. عندنا بلاتفورم في مجال المحروقات اللي تخليك تعمل تتبع حفر الآبار بطريقة آنية، وين المهندس الإكسبرت ينجم ياخذ يعني ديسيجن عن بعد. الرجل الآلي يسمح بتحديد نقاط تسرب الغاز وإصلاح الأعطال حتى تلك المكتشفة تحت الأرض، ما يمنح مرونة وسرعة تدخل للجماعات المحلية دون عناء الحفر وضخ تكاليف إضافية. حقيقة الروبو هذا كي صنعناه سي باش نقولوا للناس رانا هنا نعرفوا اون بو فير سا، نقدروا ننجزوا هذا الروبو. لي ميسيون ماشي غير البترول، شوف حنا عندنا اكبر مشاكل كي تروح للبلديات باغ اكزومبل، على شاك فوا يجيو يحفروا ويدير التنقيب ما على باش ميم با البروبليم، الو كو ان بتي روبو يبعث يعطي له اكزاكتومون بالتدقيق بالمسافه وش هو لو ديفو وش لازم يدير قبل ما يبدا ما يحفرش كاع. ومن بعد تجي الانترفونسيون بيان سور على بالو ديجا ابوبخي لي ترافو اللي حيديرهم. روبوت جزائري ذكي في مجال طاقوي حيوي بسواعد محلية ينافس دولا قطعت أشواطا في هذا المجال، وسيخفف من الأخطار على الشركات الطاقوية كما سيقلص من تكاليف وأجل إصلاح الأعطاب.